معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي السيد زياد السنجري. مرحبا بك يا أستاذ زياد معنا. إذا بعد ما يقارب الأسبوع على الكشف على جريمة ناحية جرف الصخر، تخرج الحكومة في العراق متمثلة بوزير داخليتها بحديث تبريري لهذه المجزرة أو الجريمة، كيف قرأت تصريحات ياسين الياسري؟ ياسين الياسري وزير داخلية جديد يريد أن يفعل شيء، فهو قد اتخذ عدة قرارات في وقت سابق، ولكنه بكل تأكيد لن يخرج عن الإطار الحكومي الذي تتجه الحكومة اتجاه كافة الملفات المعقدة داخل العراق. هو اليوم قام بزيارة إلى محافظة بابل والتقى مجلس المحافظة الذي أصدر قرار بأن كل شخص يطالب بعودة النازحين والمهجرين قسرا سيتم محاسبته ومحاكمته وربما حتى تصفيته. إذا نتحدث عن ليس وزير، حتى رئيس الوزراء، رئيس الوزراء بنفسه لا يستطيع أن يدخل إلى تلك المنطقة. ما السر في هذه الناحية؟ السر واضح جدا ويعلمه الجميع، وأهل الناحية 120 ألف إنسان لا يستطيعون العودة، لا هم ولا ممثليهم ولا الحكومة ولا أي وزير، كونها منطقة عسكرية مغلقة. وللأسف يعني هذه المنطقة ارتكبت فيها جرائم بشعة جدا وجرائم حرب، وهذه المنطقة تعتبر من أخطر المناطق في العالم، فهي من أخطر المناطق في العالم. لكن نعم، مع قراءة بسيطة أستاذ زياد لتاريخ هذه الناحية في السنين الماضية، نجد أنها أخليت وسيطرت عليها هذه الميليشيات كما أعلم الجميع في ظل غياب الحقيقة وتضارب الروايات. ما تعليقك يعني على ما يحصل في هذه الناحية؟ لا يوجد تضارب روايات، هناك حقائق دامغة، وهي أن وزير الداخلية الذي سبق ياسين ياسري محمد الغبان في دورتين، الشخص وزير الداخلية ذهب إلى هناك وتم اعتقاله لمدة ساعتين حتى تدخل قاسم سليماني وأطلق سراحه. هذه المنطقة لا يسمح لأي شخص مهما كان خارج إطار الميليشيات المرتبطة بإيران، وليس كل الميليشيات التي مرتبطة قسم منها بالحكومة أو بالعشائر، هذه المنطقة مغلقة مقفلة، هذه زراعة مخدرات، تجارة أعضاء بشرية، مقابر جماعية، أطفال مقطعة، أشلاء، نساء، فإذا مغيبين، لدينا آلاف المغيبين من عدد من المناطق الجنوبية ووسط العراق مثل المحاويل، منطقة الشهابي، منطقة الصينية، سامراء، هؤلاء كلهم مفقودين، وتم تبليغ القوات العراقية التي لم تأخذ أي قرار، لا حكومة المالكي ولا العبادي ولا حتى حكومة عادل عبد المهدي الأكثر ضعفا في هذه الحلقة، ولم تستطيع أن تقدم شيئا. فإذا هذه المنطقة ستبقى ليس لغوزا، وإنما هي منطقة عسكرية مقفلة، صارت عمليات في داخل العراق ومصدر تهديد لكل الأماكن وكل المنشآت، وهي الخط الأول لأي مواجهة إن حدثت مع القوات الأمريكية. مركز جنيف الدولي للعدالة طلب الأمم المتحدة بإرسال لجنة مستقلة للعراق للتحقيق. إلى أي مدى يمكن أن يسمح لمثل هذه اللجان بالتحقيق؟ هل من سوابق أيضا في هذا الشأن؟ لا يمكن دخول أي لجنة مهما كانت إلى تلك المنطقة إلا في حالة ضغط إعلامي كبير جدا، وسيدخلون إلى أمام مناطق محددة فقط، يعني لا يتم مثلا الذهاب إلى مزارع الحشيش أو القنب الهندي، ولا يتم اصطحابهم إلى السجون، ولا يتم اصطحابهم إلى أكداس العتاد الخاصة بتلك الميليشيات وتلك القوى الموجودة هناك، لربما يزورون بعض المناطق المحددة ومع مرافقة أمنية مشددة مع طبعا هذه موجودة، ليست وليدة اللحظة، فنحن نعرف جيدا بأن حكومة المالكي لديها سجون سرية لربما دامت فترات طويلة، هناك من قضى نحبه في تلك السجون، من تعرض للتعذيب، من تعرض للقتل، من تعرض للاغتصاب، لذلك هو نهج مستمر منذ عام 2003، ولكنه تبلور وتجسد في منطقة جرف الصخر بشكل أوضح وشكل أدق لربما وشكل علني، نتيجة القوة ونتيجة ما يعتبرونه انتصار على داعش، وكأن نصف الشعب العراقي هو داعش.
يعني بعض السياسيين قالوا أن هذا الحادث الأخير، حادث جوزات، مرتبط بخطف آلاف العراقيين وإخفائهم قسرا على أيدي الميليشيات، فيما لو فتح ملف جرف الصخر دوليا وسلط إعلاميا في الرأي العام العالمي، إلى أي مدى ستتورط حكومات الاحتلال متعاقبة من المالكي والعبادي وحتى عبد المهدي في كل هذه الجرائم؟ هناك من يعمل على هذا الملف، وهناك من قدم شكاوي إلى محكمة لاهاي، وهناك من يصدر يحاول يجمع المعلومات والوثائق بشكل دقيق جدا، وهناك من يعمل على هذا الملف. ولكن بكل تأكيد نحتاج إلى إرادة دولية حقيقية، نحتاج إلى قرارات مجلس أمن، نحتاج إلى ضغط على حكومة عادل عبد المهدي. يعني اليوم لولا التصويت الإعلامي الذي قمنا به نحن مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والناشطين، لما ذهب وزير الداخلية إلى ناحية بابل وأعلن عن جدول لإعادة هؤلاء النازحين، وهو يعني خطوة هي لامتصاص النقم الشعبي. بالمناسبة هذه الأعمال وهذه التصرفات أهلنا في الجنوب لا يقبلون بها، هناك من يرفض تلك الممارسات. بالمناسبة يعني ليست مقتصرة على يعني كمكون، وإنما بعض الجهات التي تجد بأن الجيش الحالي هو جيش مرتزق، عقائديا مرتبطة تلك الجماعات بإيران بشكل مباشر، ولا تأخذ أوامرها من رئيس الوزراء أو وزير الداخلية. يعني نحن نعرف جيدا بأن عادل عبد المهدي نصب وزير مفتش عام وزارة الدفاع أحد قادة الميليشيات، إذا الميليشيات تسيطر على الموقف ليس في تلك المنطقة، وإنما في حتى تسمية الوزراء، تسمية المسؤولين المفتشين في الداخلية في الدفاع. ولكن هناك بكل تأكيد ضغط، ولكنه لا ضغط دولي، ولكنه لم يرتقي لحد الآن المستوى المطلوب، وإذا ارتقى لربما سنجد نتائج إيجابية على الأقل ملموسة لهؤلاء 120 ألف إنسان المهجر الذين يريدون العودة. هذه المنطقة منطقة زراعية مشهورة جدا بالفواكه والخضار ومزارع الأسماك، وهي منفذ اقتصادي او شريان اقتصادي لتلك الميليشيات التي لا تاخذ رواتب من الحكومه ولكنها تاخذها بطرق غير مشروعه مثل المخدرات وغيرها. فنعتقد بان الملف يحتاج الى متابعه اكثر، واعتقد بان اللجان المنظمات الانسانيه واللجان عامله في مجال حقوق الانسان يجب ان تاخذ دورها بشكل فعال. ربما نجد نتائج ايجابيه خلال الايام القادمه، خاصة وأن تلك الميليشيات أو هؤلاء المرتزقة المتابعين لإيران يعملون على طمس معالم جريمتهم عبر منظمات إنسانية تقوم بدفن هؤلاء الأشخاص. تبين أن الرئيس تلك المنظمة هو أحد قادة الميليشيات ولديه فيديوهات وصور، وهو يطلق النار وهو مع تلك الميليشيات. فإذا والحكومة متواطئة أيضا، نحن نعرف جيدا بأن من يريد أن يصدر شهادة وفاة يذكر سبب شهادة الوفاة، لماذا هذا الشخص ميت؟ موت طبيعي، توقف القلب أم إطلاقة في الرأس؟ نحن نتحدث عن أطفال، عن 4 سنوات 5 سنوات مقطعين إلى أجزاء، نتحدث عن جرائم بشعة جدا. إذا كلها تحتاج إلى وقفة، وقفة حقيقية. كل الدماء العراقية مهما كانت في شمال أو جنوب العراق، اليزيديين مسيحيين، كلها دماء طاهرة، ولكننا لا نقبل على اليزيديين ولا نقبل على الفيديين ولا نقبل على ولا نقبل على السنة بكل مكونات الشعب العراقي وليس مكون واحد. شكرا جزيلا لك يا عبد الرزاق من فيينا العامي والصحفي العراقي سيد زياد السنجري.